أن الجماهير العربية هي أولاً وأخيراً صاحبة القضية، صاحبة هدف الحرية. أنا ناصري وأختلف مع نهج حماس، لكني لا أختلف معها كحركة تحرر وطني. ليه بلدنا وإحنا بنحبها وعايزين نديها؟ الفلوس بتروح فين؟ إحنا ده السؤال. ليه الحكومة بتستفزني؟ هل أصبحت الديمقراطية ترفرف بجناحيها على كل العراق؟ جينا من كل بلاد الدنيا لحتى نجتمع هون ونروح على غزة. نحلم بالغد الذي لابد أن يتحقق ولابد أن يأتي في يوم من الأيام.